بون بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء الحمد لله على الريزلتا ادوميسيل. كان لازم علينا نفوزوا اليوم كما شفتوا فزنا بالاداء والنتيجه بعد ما كنا متخوفين شويه اللي عندنا 3 مو ما لعبناش كيف كيف. جوارات كانوا في ناسيونال, جوارات مرضت بالكورونا. الحمد لله في اللي قدرنا في دي جور قدرنا نعود نردوا لا كوليزيون هذيك وشفتوا الريزلتا سور تيرا. انا ما غاديش نتكلم على نفسي ولا على اصحابي, نظن انتم كمختصين خلوا الناس مختصين هي اللي تعرف تحكم. انا كما شفتوا في الاسبيرانس عندنا 24 لاعب ولا 30 لاعب كلهم نحتاجهم, وفي اي ماتش يقدر يكور فلان ولا فلان ويعطي روندمون باهي. بون شفنا الماتش البارح تاع شباب الوزداد والنجم الساحلي. بون في زوج كانوا متخوفين, ما شفناش برشا حاجات. نظن احنا عندنا انسوم نحضروا لهم بياكم الفو باش نروحوا نفوزوا تما في الجزائر ان شاء الله. قادر كيفاش امين منافسه في قلب الدفاع في المنتخب الجزائري؟ منافسه كبيره. بون في اي فريق تلقى المنافسه ولا في اي منتخب. نظن احنا عندنا مدرب اللي يكون اون فورم توجور هو اللي يلعب.